بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أود الإشارة إلى أننا كنا نفضل كما أشار إلى ذلك بعض الزملاء أن يتم مدنا بتبويب للميزانية حسب الجهات لنتمكن من مراقبة مدى الاستجابة للمطالب الجهوية والمحلية. وعموما فأني لاحظت من خلال تصفحي للميزانية أن كثير من طلبات ولاية سليانة لم يقع إدراجها، وأرجو أن تكون أخذت بعين الاعتبار في الدراسات. من جهة ثانية أود الحديث عن مقاييس الانتداب في الوظيفة العمومية التي وقع الإعلان عنها والتي سيقع المصادقة عليها قريبا. أود الملاحظة في هذا المجال أنه رغم ارتياحنا وارتياح الكثيرين لهذه المقاييس الجديدة، فإنه ما يؤخذ عليها تخصيص نسبة 40% للانتداب على أساس الكفاءة، وهو رقم أرى ويرى غيري أنه كبير في ظروف استثنائية كالتي تمر بها البلاد. ونعتقد أن الاكتفاء بالسن القصوى وسنة التخرج كافية مرحليا، وأطالب احتياطيا كما يقول الإخوة المحامين بالتخفيض من هذه النسبة إلى حدود 10 أو 20% على الأكثر، وتخصيص نسبة ولو رمزية لوضعية العائلات التي فيها أكثر من معطل عن العمل ولا تستجيب لشرطي الأقدمية وسنة التخرج، كما طالبني بذلك طلب بأن أوصل صوتهم عدد من المعطلين عن العمل. هذا إضافة إلى اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي للجهات التي تفتقر إلى مواطن شغل في القطاع الخاص كولاية سليانة، ضرورة أن هذا يحقق بعض التوازن المفقود والمطلوب. من ناحية أخرى أدعو إلى مزيد مد المساعدة إلى الشباب أصحاب المشاريع وتوفير كل التسهيلات لإنجاحهم ومساعدتهم. وفي إطار ما لاحظته من مشاريع تنموية ضخمة في الميزانية التكميلية، فأني أعتقد أنه لإنجاحها وتنفيذها بشكل يقطع مع الماضي مع تجاوزات الماضي لابد من توفير آلية مراقبة دائمة. وأقترح في هذا المجال، وربما يكون اقتراح يعني قد يراه البعض غير جدي، ولكني أقترح أن يتم تكليف الشباب المعطل عن العمل بهذه المراقبة مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك مقابل منحة تحفظ الكرامة. كما أطالب بالحرص على بعث فروع للإدارات الجهوية والمرافق العمومية في معتمديات ولاية سليانة. فمن غير المعقول تواصل تركز هذه المرافق في مركز الولاية مع ما يكلفه ذلك من مشقة للمواطنين. ملاحظة أخرى ممكن أن أسوقها تهم التأخير الملحوظ في إصلاح الطرقات التي تضرت من جراء الفيضانات الأخيرة بسليانة، مع حيوية هذه الطرقات وأهميتها للتنمية. في الأخير وليس آخرا، أطالب برد الاعتبار لضحايا الاستبداد وضحايا انتفاضة سليانة 1990 بتفعيل العفو التشريعي العام مع كل ما يتطلبه ذلك من تعويض وتسوية وضعيات وتشغيل. كما أطالب بتكريم شهداء الاستبداد في سليانة، كل الشهداء دون تمييز للانتماء، سواء كان نبيل بركاتي أو عبد الواحد العبيدلي أو عبد العزيز المحواشي، دون تمييز. في النهاية أسوق تساؤل بريء يطرحه أبناء سليانة بدون خلفية حزبية ولا انتماء عقائدي. تساؤل بريء يطرحه أبناء سليانة: لماذا ندفع معلوم الإذاعة والتلفزة في فاتورة الكهرباء لإذاعة وتلفزة لا تكاد تذكر سليانة؟ قلت هو تساؤل بريء، أطرحه أصيغه بطريقة أخرى: هل من الضروري دفع هذا المعلوم؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.